كيف ما كتعرفوا اليوم تم توقيع على اتفاقيه مع الفيك، ماشي اول مره وزاره الثقافه كتوقع على اتفاقيه، هذه ثاني مره، والهدف منه بحد ذاته هو يعني نمشيو في توجه ديال داك اللي تكلمنا عليه سابقا ديال الصناعه الثقافيه، واشراك بالطبع ليزونتربريز في الخواص هو نقطه مهمه جدا، لانهم عندهم اولا تجربه الميدان، وما يمكنش شي واحد يتكلم على استراتيجيه بدون تجربه الميدان، ثانيا مجموعه الاراء والافكار اللي كاينه في الاتفاقيه اللي غنخدموا عليهم ان شاء الله باذن الله باش نسرعوا هذا الانتقال للصناعه الثقافيه. الصناعه الثقافيه الاهميه ديالها اليوم هي في ظل هذه الازمه اللي كنعيشوها، هي خلق مجموعه ديال مناصب شغل جديده للشباب والشابات، خلق مهن جديده في مجموعه الميادين اللي ما كانش حد الان في المملكه المغربيه، وثانيا كيف ما كتعرفوا وانا مآمن بهذه النقطه ان الاستثمار في الصناعه الثقافيه يمكن يكون اليوم مفاجئ لمجموعه ديال الاخوان، يمكن ولكن يمكن له يفوت حتى مجموعه ديال الصناعات اللي كاينه في المغرب تقليديا، ومجموعه ديال الدراسات عالميا كتبين بان اليوم الربح اللي كيكون عبر الصناعه الثقافيه هو عنده اهميه كبيره، واعتقد ان المغرب اليوم وصل لواحد الماتوريتي اللي كيخليه اليوم يعني مجموعه ديال الشركات ديالو، مجموعه ديال المؤسسات ديالو كيخدموا في هذا الميدان الثقافي، ممكن لهم يطلعوا واحد ليطاج اخر، وممكن لهم كذلك يبنيوا واحد الاقتصاد، ليس فقط الثقافه السياسيه، ليس فقط الاقتصاد الاجتماعي سي با كو ليكونومي سوسيال، ولكن حتى الاقتصاد العادي يعني. فهذا المجال اللي غنحاولوا نخدموه بالطبع بشراكه مع الاخوان ديال سي جي ام ونجلا فيك بارتيكولييرمون، وان شاء الله باذن الله غنتوكلوا على الله باش نوجدوا ما بعد الازمه الكوفيد اللي كنا كنتظروها. في هذه الدفعه اللي بغينا نعطيه للصناعه الثقافيه والابداعيه، لان هذا القطاع قطاع اساسي وخصو يكون واحد الرفعه للتنميه في المغرب، التنميه الاقتصاديه والبشريه كذلك، وكذلك بالنسبه للغيونمون انترناسيونال ديال المغرب في العالم. اذا هذا القطاع ديال الصناعه الثقافيه والابداعيه خصنا نوضحوا واحد خطه العمل تكون واضحه، ونعطيه الميزانية الكافية كذلك معلوم، ونوضحوا مناخ الأعمال باش المستثمرين يقدروا يستثمروا، المغاربة والأجنبية كذلك، وخصنا نغيروا بعض القوانين باش نسهلوا الأمور لهذا المستثمرين إن شاء الله، وباش تكون لا بروفيسيوناليزاسيون تاع هذا لو سيكتور، ويتخلقوا عدد ديال المقاولات، ونخلقوا فرص الشغل إن شاء الله للشباب المغرب، ونردوا الاعتبار لهذا القطاع. Thank you.